السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم مشتبه حسين طالب بوركندي، واليوم راح نشرح محاضرة الاولى بالبايوكيمستري اللي هي عبارة عن البفر والبي اتش والاسيد بيس بالانس، التوازن ما بين الحامض والقاعدة. موضوع سهل ما بيشي، عبارة عن مراجعة للكيمياء مال السادس، هي نفسها بس بالانجليزي، نفس المعلومات تقريبا. هسه راح نوضح كل شيء. نبلش كمقدمة، انترودكشن. ناخذ مقدمة الموضوع. النورمال ووتر نون بروفورد سوليوشن، يعني المي مالتنا نورمال طبيعيا ما بي اي اضافة بفر. نعرف احنا شنو البفر، وهسه راح نعرفه ناخذه. ايش قد البي اتش مال المي؟ 7، غير متعادل، ما بي لا حامض ولا قاعد. احنا نعرف البي اتش 7، اقل من 7 حامض واكثر من 7 قاعد. فالنورمال ووتر اذا اضيف له فكمية قليلة، if you add، اذا اضيف small amount كمية قليلة من strong acid، حامض acid حامض strong قوي، حامض قوي او قاعدة قوية، ايش راح تسوي انت هنا؟ راح تسبب you will cause of pH of the water to change significantly. راح تغير البي اتش مال المي. المي مالتنا نورمال، جبت للمي ضفت له فتح حامض او ضفت له قاعده، اذا ضفت حامض البي اتش مال المي راح تقل، اذا ضفت له قاعده البي اتش مال المي راح تزيد، يعني راح تغيرها. على سبيل المثال تخلي قطرتين 1 مول من ال HCl مالتنا نضيفه للووتر، راح يتغير من 7 راح يقل ل 4، صار حامض. اوكي، جاي ينطفئ معلوماتك مقدمه عامه. Most chemical reactions، اغلب التفاعلات الكيميائيه occurring in our bodies اللي تصير بجسمنا work based in specific pH range. اغلب التفاعلات الكيميائيه اللي تتم بجسمنا تعمل بصوره افضل خلال pH محدد. شلون يعني؟ مثلا الدم، على سبيل المثال الدم يعمل بي اتش 7.4 variation 0.02. شنو يعني هذا الحكي؟ احنا مو قلنا رينج؟ يعني البي اتش 7.4 يشتغل بيها الدم، بس اذا كانت 7.2 اوكي يشتغل، اذا كانت 7.6 اوكي يشتغل. هالمعنى زين. شو يقصد بالسبيسيفيك بي اتش؟ هذا البي اتش اللي يشتغل بيها الدم. راح اعطيك مثال ثاني، الاستومك. شنو يعني؟ يعني المعدة تشتغل بي اتش ما يعادل 4 إلى 4.5، فهذا رينج. شوف هذا يعني المعدة تشتغل بيئة حامضية. بعد الكلى تشتغل بي اتش 6 إلى 6.0، يعني كل عضو بجسم الإنسان إلى رينج مال البي اتش اللي خاص بيه اللي يشتغل بيه بصورة أفضل. المعنى تمام. هسه راح نسولف عن البفر. البفر سوليوشن، شنو البفر؟ عرف لي البفر. هو نفس التعريف مالتكم مال السادس جايبه هنا. كان بي ديسكرايبد ان وصفه، شنو هو؟ عباره عن محلول، ا سوليوشن ويتش از ريزيست تشينج ان بي اتش وين ا سمول اماونت اوف ذا سترونج اسيد اور بيس از ادد. يعني هو عبارة عن محلول يقاوم للتغير، يقاوم التغير بالبي اتش، بالبي اتش مالتنا عندما نضيف له كمية قليلة من حامض قوي أو قاعدة قوية. أو كتعريف ثاني هو عبارة عن مزيج ميكستشر من حامض حامض ضعيف وملحة، مزيج من حامض ضعيف وملحة أو قاعدة ضعيفة وملحة. تمام؟ salt of this base.
وهذا المزيج مال البفر يعتبر شنو important in our body، مهم بالجسم. ليش؟ لانه يحافظ لك على التوازن مال الاسيد والبيس مالتنا، لان يعني عرفنا بكل مكان اكو فد اسيد بيس خاص. فالبفر هذا الحامض ضعيف وملحه القاعده ضعيفه وملحه، اللي يقاوم التغيير، يقاوم التغيير بالبي اتش من نضيف له حامض او قاعده قويه، راح يكون كلش مهم بالجسم. بحيث البفر سوليوشنز ار امبورتانت ليفينج ثينكس. ليش مهم بالخلايا الحيه او الاشياء الحيه؟ بسبب اذا البي اتش مال السيلولار فلويدز is not maintained at certain critical levels the plant or animal could be die. وليش مهم بالأماكن الحية؟ لأنه هذا الـ pH اللي موجود داخل cellular fluid. شنو cellular fluid؟ السوائل، fluid سوائل، cellular خلوية، بالسوائل الخلوية، يعني السوائل اللي موجودة داخل الخلية. إذا ما حافظنا على الـ pH مالتنا certain critical levels ايش راح يؤدي؟ يؤدي الى موت خلايا النباتيه والحيوانيه، الى موت الخلايا الحيه. تمام. Buffer solutions are mixture of the substance that interact with the any incoming acid and alkaline polarity to render them ineffective help restore pH solution origin. شنو يعني هذا الحكي؟ محاليل البفر شنو؟ عبارة عن مزيج من المواد. هذا المواد راح تتفاعل ويا أي ماد، أي حامض أو أي قاعدة تجي. render them ineffective. شنو يعني ineffective؟ ineffective غير فعال. يعني محاليل البفر جيت ضفت عليها حامض أو جيت ضفت عليها قاعدة، تغير البي اتش من نضيف هذه الحامض او القاعده القويه ما راح يتغير كلش. يعني محاليل البفر راح تخلي هاي المواد القويه غير فعاله، وهذا الشيء يساعدنا حتى نحافظ على البي اتش مالتنا على قيمته الاصليه. وضحت؟ هذا المغزى من بفر بصوره اساسيه. شنو هو بفر؟ عباره عن حامض ضعيف او قاعده ضعيفه والملح مالته. من ينضاف إليه حامض قوي أو قاعدة قوية، التغير بالـ pH راح يكون طفيف. ليش؟ لأن راح تتفاعل الحامض الضعيف أو الملح مال الحامض الضعيف ويا القاعدة القوية مثلاً اللي انضافت. من تتفاعل تغير الـ pH راح يكون قليل، وإحنا هذا اللي نريده، ما نريد الـ pH تتغير، لأن يعني كل جزء من الجسم له pH خاص. سوري. اوكي، حتى يحافظ لك على الاوريجينال فاليو. To make sure the pH values are kept in appropriate pH work value. حتى نتاكد انه قيم الـ pH مالتنا محفوظه بافضل قيم للعمل مالتها. Our body cells imply serious solutions يسموه بافر. فالخلايا مالتنا بيها محاليل هواية اسمها بافر. هاي المحاليل اللي موجودة داخل الخلايا بيها جزيئات، اللي هي جزيئات بافر، اللي هي شنو؟ راح تقاوم التغير بالحامضية والقاعدية. وصلت الفكرة؟ نفس الحكي بس عايدة. هذا البافر بصورة عامة فهمناه شنو؟ عبارة عن محلول يقاوم للتغير بالحامضية والقاعدية. البفر داخل الجسم، اللي أهم بفر هو عبارة عن البروتين بفرز، وأهم بفر هو عبارة عن البفر اللي داخل الدم بس، راح اللي نشرح عليه بس داخل الدم. قبل كل شيء، يعني قبل لا أبدي، أريد نعرف شنو تركيب البروتين. البروتين عبارة عن polymers of
أمينو أسيد. البروتين شنو هو؟ بوليمرز أوف أمينو أسيد. شنو يعني؟ يعني عبارة عن أحماض أمينية متجمعة هواي، فدميت حمض أميني. زين الأمينو أسيد هذا شنو هو؟ عبارة عن ذرة كربون متصل ويا أربع شغلات. شنو هذه الأربع شغلات؟ NH3 والبقية عبارة عن CO. أوكي البقية أنا ما راح أركز، بس أكو فد شغلتين أساسية اللي هن شيء يسموه كربونيك وأمينو. أنا ليش حكيت هذا؟ وهذا الحكي هسه ما موجود بالمحاضرة وما مطلوب. البروتين عبارة عن أحماض أمينية، الحامض الأميني هذا تركيبه اللي يسمونه كاربوكسيليك جروب. هذا شوف هذا اسمه كاربوكسيل، هذا اسمه أمينو جروب. ليش؟ لأن واحد من الجروبات يعتبر حامض والآخر يعتبر قاعدة. شوف البروتين أول شيء البروتينات هي أكثر المواد موجودة داخل الجسم، most abundant material، أكثر المواد شيوعا. أوكي عبارة عن شنو؟ عبارة عن long chains of the carbon compounds، عبارة عن chain سلسلة، سلسلة طويلة من مكونات الكربون. هسوي كل كربون هذن متصلات، أوكي سلسلة طويلة توصل هاي السلسلة 100 أو 1000 أو أكثر. زين هاي السلسلة شبيهة بيها أمينو أسيد سايد تشين اللي هو هذا الأمينو أسيد، هذا بحد ذاته أمينو أسيد يعتبر بأمينو أسيد سايد تشينز شيكينج أوت ذيم. One protein general formula could be H. شنو يعني؟ البروتين الجنرال فورمولا مالته عبارة عن NH3 مثل ما قلت ثاني CH2 SM COH. شوف هذا ال NH3 هذا ال COH بعد و CH2. شنو يعني بال CH2؟ يعني من الساعة وقفتني هاي ناتش وهناتش خلاص. هاي الجنرال فورمولا اللي هاي بحاية هي نفسها هاي، يعني هاي إذا أريد أكتبها أني شنو شلون أكتبها؟ NH3 CH2SN. N هنا يشير إلى عدد الأحماض الأمينية، COOH هذا نفس هذا بس هيك ينحفظ أكثر وواحد يتخيل شنو شكله. تمام وأنا هسه شنو الغاية جاي أسوي هيك؟ هنشوف هذه المعادلة. خلنا نقرأ الشرح أول شيء. An adverse external influence of the acids could be removed by protein buffer soaking up the H ions to form positive ion hence restore to original pH. شنو يعني هذا الحكي؟ إذا دخلت external influence، external خارجي وانفلكس يدخل، فإذا دخلت حوامض من خارج الجسم وانت دخلته شو راح يصير؟ مادة حامضية دخلتها إلى البروتين، تفاعلت ويا البروتين مالتنا، تفاعلت ويا الأمينو أسيد مال البروتين، شو راح يصير؟ المفروض هي حامض، فت حامض قوي، من حامض قوي يعني البي اتش راح تهبط، بس لا ما راح تهبط. ليش؟ لأن إحنا عندنا بافر. البافر إيش راح يسوي؟ البافر مالتنا هنا يا هو البروتين، يا هو على وجه الخصوص الأمينو أسيد، ما راح أعتبره البفر. تمام هذا اللي حكينا عليه. شوف هذا هو البفر مالتنا. تمام
فضفنا مادة حامضية من خارج الجسم إلى الأمينو أسيد. إيش راح يصير؟ هاي المادة الحامضية راح تجي تتفاعل وتأخذ لك H. تأخذ H من البروتين من البروتين نفسه، يعني من الحامض الأميني نفسه. ليش؟ يعني هو يضحي بنفسه ويخلي الأمينو أسيد مالته متأين حتى ما يغير قيمة البي اتش الأصلية اللي موجودة داخل الخلية أو داخل الدم. فبنضيف مادة حامضية راح شنو ريموفد، يعني تنشال تأثير المادة الحامضية عن طريق البفر مال البروتين. شلون؟ هذا البي اتش راح يشيله ياخذه حتى شي يصير بوزيتيف ايون، وبالتالي نحافظ على البي اتش الأصلي. اجى اتش خارجي، هذا عبارة عن مادة حامضية، اي مادة حامضية هذا عبارة عن حامض. اجى ويا الامين على الامينو اسيد مالتنا، شوف صار اخذ له حامض. انه هو ايش راح يصير؟ وين راح؟ راح يصير زائد H2O. من صار مي متعادل، هذا البروتين مالتنا الامينو اسيد مالتنا اتغير، فالبي اتش بقت نفسها، يعني ما صار لا حامضه ولا قاعدي هنا. زين هذا المركب نفسه، شوف واو يا يعني. هذا المركب، شوف هذا تفاعلت الاتش وياها، ايش راح يصير؟ راح تجي هذه الاتش تنشال، زائد هاي الاتش زائد الاكسجين اللي موجود راح يعطيك هذا المركب زائد H2O. من انطمي يعني الحامضية، تأثير الحامض القوي مالتنا، هذا الحامض القوي تأثيره راح، يعني البي اتش ما تغيرت، فبالتالي نحفظ البي اتش الأصلي مالتنا. تمام، هاي المغزى من المحاضرة كلها، افهم هذا الجزء بس، لا تفهم الباقي كله ينفهم. مثلا داخل الجسم أو داخل الدم عندنا مركب اسمه هيموغلوبين، موجود داخل، هذا موجود داخل انسايد الار بي سي. الار بي سي هي خلايا الدم الحمر، ريد بلاد سيل. هيموغلوبين عباره عن جزئين، ايرون وبروتين. الهيم كلمه لاتينيه معناها ايرون، وجلوبين كلمه لاتينيه معناها بروتين. تمام، هذا الهيموغلوبين عباره عن بافر سيستم موجود داخل الدم. اوكي، شلون يشتغل او شنو اهميته؟ شنو اهميته؟ اهميته يعتبر مهم حتى يسيطر لك على البي اتش اللي موجوده داخل الدم. شلون يسيطر عليها؟ راح يجي شي يسوي، هو يسوي ابتيك للاسيد اللي موجود بالسي او 2 غاز، وراح يشيله بوجود الطاقه. شنو يعني الهيموغلوبين مالتنا؟ سؤال، شنو وظيفه خلايا الدم الحمر الار بي سي؟ تنقل الاكسجين وثنائي اكسيد الكربون من والى الرئه، هاي نعرفها. فعندنا سي او 2 داخل الدم، سي او 2 شو يعتبر؟ يعتبر ماده حامضيه. شو راح يسوي؟ راح يجي الهيموغلوبين ياخذ السي او 2 يرتبط بها ويوخرها من الدم. من يوخرها من الدم شنو يعني؟ يعني راح يحافظ على البي اتش مال الدم بهالمعنى. زين شلون ياخذها وشلون يرتبط بها؟ يرتبط بها بوجود كربوهيدرات. شنو الكربوهيدرات؟ واحد من انواع مصادر الطاقه، خصوصا الجلوكوز السكريات. ليش؟ حتى تنطيك الطاقه الاي تي بي. شلون تنطي الطاقه هاي؟ بعدين نعرف، بس احفظها هيك محاضره كامله بس على مود شلون تنطي الطاقه. زين اهم بافر سيستم، هسه خلص الهيموغلوبين عرفنا شلون يشتغل. Most important buffer pH buffer system in the body involve، اهم buffer بالجسم كله مو بس بالدم، هو هذا الصغير قايل بالدم، انا اقول بالجسم كله، هو عبارة عن الكاربوكسيليك اسيد والبايكربونيت. الكاربوكسيليك اسيد يعتبر حامض ضعيف، البايكربونيت يعتبر قاعدة ضعيفة. هذا الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة راح يتفاعل ويا أي شيء ينضاف للجسم.
فبالتالي يلغي تأثيره. شلون يلغي تأثيره؟ مثل هاي الفكرة بالضبط، مثل هاي الفكرة بالضبط، ما اريد ادوخك بيها. اهم بفر بالجسم هو الكربونيك اسيد، من اسمه اسيد يعني شنو؟ حامض ضعيف. منين يتكون؟ يتكون عن طريق الكربونيك داي اوكسايد داي سولفيت ان بوند. شنو يعني؟ يعني ال CO2 راح يجي يتحلل داخل الدم مرات حتى ينطيك الكربونيك اكسيد CO2، والبايكربونيت اللي هو HCO3 عبارة عن شنو؟ عبارة عن قاعدة ضعيفة. تمام؟ ذني أهم شيء، أهم بفر سيستم موجود داخل الجسم. هنا أنا شنو بعد؟ شوف وياي. امبلور اوف CH3COOH CH3COONA equilibrium، محاليل CH3COOH مجرد ما راح يوضح لك البافر سيستم مالتنا. هذا السلايد وهذه المعادلة نفسها أنا اللي شرحتها هنا. نجي نقرأ. If a small amount of the strong acid is added it will react with conjugated base as the following. إذا أنت ضفت كمية قليلة من حامض قوي، المن ضفته لهذا، إيش راح يصير؟ راح يعطيك التفاعل التالي. الـ HCO3 مالتنا، العفو، H3O زاد، CH3CO ماينس. شوف شوف شوف، هسه هذه عبارة عن حامض قوي وهي قاعدة ضعيفة، ايش راح يصير؟ راح ناخذ وحدة من الاتشات هاي نخليها هنا. من خليناها هنا ايش طانا؟ طانا ال CH3COOH زائدا هذا ايش صار؟ صار مي. فهذا القاعد الحامض القوي مالتنا ايش بيه؟ تأثيره راح. فهنا ال pH مالتنا ترى بقت نورمال، ما تغيرت، يعني المي ما يغير بال pH. يقول لك التوازن، إكوليبريوم توازن اللي موجود على الرايت اللي يقصد به هذا. So most H added will be removed from the solution. يعني أي محاليل H، يعني أي حوامض نضيفها إحنا راح نشيلها من السوليوشن. شلون نشيلها من السوليوشن؟ عن طريق هاي الفكرة، عن طريق بافر. تمام؟ زين، إذا ضفنا الـOH إيش راح يصير؟ الـOH شنو؟ عبارة عن قاعدة قوية. إذا ضفنا القاعدة للـ CH3COOH راح تجي هاي تتفاعل ويا القاعدة حتى تعطينا مي. من تعطينا مي يعني الـ pH بقت نورمال، ما تغيرت. نفس الشيء يقول لك again، سو again مرة أخرى، التوازن اللي موجود على اليمنى consequence ويا الهيدروكسيد، هيدروكسيد هو الاو اتش سالب، ريموفد فروم ذا سوليوشن. الهيدروكسيد شلناه من المحلول، فالبي اتش شويه تغيرت او بقت نفسها. ليش يقول شويه تغيرت؟ لان هاي صارت سالب، يعني شويه نزلت. تمام؟ بلاد اسيد بيس بالانس از كنترولد باي بودي. الأسيد بيس بالانس اللي موجود داخل الدم يتم السيطرة عليه عن خلال الجسم. تمام؟ شلون عن خلال الجسم؟ يتم السيطرة عليه بواسطة الكلى، بواسطة الليفر، بواسطة البرين، وهواي أعضاء ما أريد أدوخك، فهو مختصرها بالبادي. سبب إنه even minor deviation from normal range، إذا صار في التغير بسيط من النورمال رينج مالتنا راح يأثر لك على، إذا صار في التغيير بسيط، إيش تغيير بسيط بالبي اتش، راح يأثر لك على البرين، الدماغ، الارتريس، الشرايين، الهارت، القلب، والعضلات، المسلز.
وأعضاء أخرى. وهذا إذا صار تغيير راح شنو contribute يساهم بالoverwhelming in the body، وبالتالي راح يقود لك إلى أمراض serious disease مثل الكانسر، يعني أمراض متقدمة كلش مثل الكانسر. شو وقت يؤدي إلى الكانسر؟ إذا صار خلل بالأسيد بيس مالتنا، يعني خلل بالبفر. تمام؟ احنا مبدأ بفر نفسه اللي نعرفه بالسادس، بس جاي نجيبه وندخله للجسم. المعادلة هذه ما أعتقد مطلوبة، هو عبارة عن equation، معادلة العالم الهندرونسون هاز بلانش للبفر سوليوشن. The pH of the buffer solution، شلون نحسب الـ pH مال البفر؟ شلون نحسبه؟ هو نفس المعادلة القديمة بس داخل الجسم. فالـ pH تساوي pKa زاد اللوغاريتم للقاعدة الكونجيكيتد، اللي هي مثلا القاعدة القوية اللي راح أضيفها آني على الحامض الضعيف اللي موجود مالتنا هنا، اللي هو نفس مال أبو pKa. فبالتالي تصير تغير بسيط بالـ pH مالتنا على أساس هاي. تمام؟ شلون نحسب الـ pH مالتنا ورا ما ضفنا فد قاعدة أو حامض قوي؟ إذا pKa زاد لوغاريتم للقاعدة المضافة، القاعدة المضافة الكونجيكيتد اللي هي القاعدة القوية على الحامض الضعيف. أو مثلا راح أعطيك المعادلة الثانية تساوي pKa لوغاريتم للكونجيكيتد أسيد على ويك بيس. نفس يعني هي نفس الفكرة، والمعادلة أصلا ما مطلوبة. زين، عرفنا البفر، عرفنا شلون يشتغل داخل الجسم، عرفنا تركيب البروتين، شنو أهمية، وعرفنا أهم فقرة، شنو أهم بفر موجود داخل الجسم؟ بين الثنين حفظوها، كاربونيك أسيد يعتبر قاعد حامض ضعيف من اسمه أسيد، والبايكربونيت يعتبر قاعدة ضعيفة. كاربونيك أسيد COOH لأن هو جاي تحلل من CO2، كربون دايوكسيد يعني CO2، من يتحلل راح ينطيك كربونيك أسيد، والبايكربونيت HCO3 ماينس. راح نحكي على أهمية الهيدروجين أيون داخل الجسم. تركيز الهيدروجين يأثر لك على وظائف الإنزيمات اللي موجودة داخل الجسم. الإنزيمات اللي موجودة داخل الجسم، سؤال هي شنو الإنزيمات؟ الإنزيمات عبارة عن مواد، أو بالأحرى بعبارة أدق عبارة عن بروتينات تساهم في زيادة سرعة التفاعلات اللي تحدث داخل الجسم. معلومة خارجية ما موجودة بالمحاضرة ما مطلوبة، بس شنو هي الإنزيمات؟ عبارة عن بروتينات تساهم بزيادة سرعة التفاعلات اللي تصير داخل الجسم، مو سرعة طبيعية، زيد السرعة 1000 و2000 مرة. المهم، فإذا صار تغيير بتركيز الهيدروجين آيون راح يأثر لك على الإنزيمات اللي موجودة داخل الجسم. والهيدروجين آيون is highly reactive، يميل للتفاعل. ليش؟ لأن بذرة إلكترون واحدة بالغلاف الخارجي، فيعتبر highly reactive حتى يرتبط ويفد قواعد أو وي أي شيء نيجاتيف، لأن هو بوزيتيف يدور على أي شيء نيجاتيف حتى يغير لك الكونستريشن. البروتينز contain many negatively charged and basic group، مثل ما عرفنا البروتين ذات أينت نمو قلنا هيتشي نابي اتش نابي اتش نابي ان اتش 3 سي او اتش، غالبا اذا تفاعل الاتش هاي راح تنمسح، من تنمسح ايش راح يصير؟ سالب. يعني هنا شو يعتبر؟ يعتبر البروتين او الحامض الاميني مال البروتين يعتبر نيجاتيفلي تشارجد. بالتالي يعني شنو النيجاتيف؟ يعني قواعد، هذا قاعدة، بالتالي يميل الارتباط ويا الهيدروجين. يعني شنو يعني يميل الارتباط ويا الايون؟ الانزيمات.
تغير في البي اتش راح يغير لك بدرجة التأين مال البروتينات. أي تغيير في البي اتش يغير بدرجة التأين مال البروتينات، بالتالي يأثر لك على الوظيفة مال الجسم. ويقول لك هنا أنا هذا فيجر، فيجر يعني رسم يوضح لك العلاقة relationship ما بين الإنزيم والبي اتش. مثلا داخل الدم، السلايد الجاي شوف هذا السلايد، داخل الدم، داخل الدم انا جاي احكي البي اتش الاعلى واللي نحتاجه حتى يشتغل به هي عبارة عن 7.4، تمام؟ ف اذا كانت البي اتش اقل من 7.4 هذا يمثل لك نشاط الانزيم. هنا النشاط واطئ، هنا النشاط عالي، فكل ما نصعد يزداد النشاط. شوف، وكل ما نتقدم من هنا البي اتش يزداد. هنا حامض، يعني مثلا 0 1 2 3، شوف حامض بدا زاد. هنا مثلا البي اتش مالتنا 4، هنا البي اتش صارت 5، هنا البي اتش صارت 6 7، هيك كل ما تزداد البي اتش نشاط الانزيم يزداد، يوصل للنقطة مالته اللي نحتاجها اللي هي 7.4. كل ما يزداد وراها يبدي يقل النشاط. يعني شنو؟ يعني مثلا هنا صارت 8 بدا قل النشاط، هنا صارت 9، هنا صارت 11، هنا صارت 13، البي اتش صارت قاعدية. فالنشاط الانزيم يختلف حسب اختلاف البي اتش، تمام؟ الاسيد بيس بالانس داخل الجسم شو راح يصير؟ واذا صار خلل شو يسمونه المصطلحات؟ خلي بالك داخل البلاد نورمالي البي اتش اللي نحتاجه هو 7.35 إلى 7.45، هذا الرقم كلش 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 مهم. شو يعتبر هذا؟ يعتبر سلايتلي بيسك، او مرات شو يسمونه الدكاترة سلايتلي الكالاين، يحبون هذا المصطلح اكثر. الكالاين هو يعني قاعده نفسه بس لاتين، هو سبحان الله سلايتلي بيسك الكالاين، بحيث البي اتش 7.45 7.35، يعني بصوره عامه 7.40 او 7.4. بس هو احنا دائما داخل الجسم ما ناخذ رقم محدد، ناخذ رينج نسبه يعني من الى، تمام؟ اذا شوف هسه سؤال طبيعيا بديهيا، اذا كانت البي اتش اكبر من 7.45 شنو نسميها؟ واذا كانت البي اتش اصغر من 7.35 شنو نسميها؟ اذا كانت اكبر يعني ازدادت البي اتش يعني ازدادت القاعديه، فش يسموها؟ يسموها الكالوسيس، يعني زيادة القاعدية بالدم. إذا كانت أقل يسموها أسيدوسيس، يعني زيادة الحامضية بالدم. الألكالوسيس والأسيدوسيس حالة طبيعية لا مو طبيعية، وحدة زيادة وحدة نقصان. الأسيد البيس مالتنا ما متوازن. الأسيدوسيس شنو يعني؟ أسيدوسيس يعني أسيد هواي، يعني حامض هواي، من الحامض هواي يعني البي اتش قليلة، ديكريز يعني نقصان مثل ما وضحنا هنا. الألكالوسيس شنو؟ عبارة عن قاعدة هواي أو حامض قليل، أكيد هنا واحدة عكس الأخ، وهذا يؤدي إلى شنو؟ زيادة البي اتش مالتنا قاعدة، يزداد البي اتش أكثر من الطبيعي. شنو العوامل اللي موجودة داخل الجسم راح تخلي البي اتش مالتنا ما متوازن؟ 1 الانتيك مالتنا. شنو يعني بالانتيك؟ يعني موقع الانتيك يقصد به كمية أخذك للحوامض والقواعد، يعني نوع الأكل، بروتين عالي بروتين قليل، بالأحرى
حامض عالي او قاعده عاليه، هذا راح ياثر لك كميه الاكسجين والكربون دايوكسيد اللي هو الاكسجين والسي او 2، الاو 2 والسي او 2. المكان اذا انت بتجبل كميه الاكسجين تكون قليله، يعني الكميه اللي تتنفسها. والدايتري هابت، العادات مال الاكل مالتك، انت دائما ايش تاكل، الجسم على شنو معوده متكيف عليه، هاي كلها راح تغير. فيعني اول شيء الانتيك مالتك الاكسجين والكربون دايوكسيد والدايتري هابت. ثانيا ذا سكند از، هذا اول شيء هسه عرفنا. ثاني شيء اور برودكشن والاليمينيشن والستريس، كميه الانتاج مالتنا. كميه الانتاج شنو؟ كميه الانتاج للبروتينات، للانزيمات، للمواد اللي داخل الجسم بصوره عامه، ومن ننتجهن معدل الاليمينيشن مالتها. الاليمينيشن هو الاطراح، الطرح. هذه المواد من خلصنا منها، نتجنا مواد، خلص الجسم من شغلها، شو وقت يطلعهن؟ ايش قد يطول يلا يطلعهن؟ الستريس، الضغط اللي يصير عليك من تتعب هواي. انت من تتعب ليش تفحط؟ ليش تفحط؟ لان راح يصير اسيدوسس. ليش يصير اسيدوسس؟ لان كميه الطاقه قليله وكميه الاكسجين قليله والى ما شابه، نعرف بعدين. من يصير ستريس راح يصير اسيدوسس. بعد هنا هسه هي بس اثنين عوامل، عوامل كلش مهمه اللي ياثرني. اول شيء الاكل مالتك، يعني الانتيك والحاله مال الاكسجين والسي او 2 اللي تتنفسها، المكان اللي تتنفس منه، والعادات الدايتري هابت، هاي واحد. اثنين الانتاج والاخراج مالتك، والستريس اللي تتعرض له، الستريس اللي هو الضغط. سلايد ما له داعي، شوف شو يقول لك. يقول لك اني اسيد رياكت وذ ال HPO4 according the following equation. equation يعني معادلة. أي أسيد يتفاعل ويا ال pH، العفو، HPO4 حسب المعادلة التالية، شو يصير؟ راح يجي هذا يتفاعل ويا هذا، يعني ال pH مالتنا ما تتغير. يعني شو يريد يقول لك؟ يقول لك ال pH ال H PO4 نعتبره بافر، بس هاي اللي يريد يقوله. او اي قاعده تتفاعل ويا البي اتش او 4 المعادله التاليه، بالتالي اثنيناتهم انطوا مي. من انطوا مي التغير مال البي اتش هنا شويه قلت وهنا شويه زادت. عاشوا ايش صح، مجرد ما يوضح للسلايدات الاولانيه. سلايد كلش مهم بالأسئلة بالامتحان، يجي هذا مهم، هو وتعريف الأسيدوسيس. هسه خلينا نخلص وأنا أقول لك شنو المهم بالامتحان. شوف كمية الـ HCO3 سالب، HCO3 ماينس، على كمية الـ H2CO3. إذا كانت هاي النسبة جد تساوي تقريبا 20 إلى 1، يعني شنو؟ يعني عندك وحدة بالدم، هاي نحكي بالدم، إحنا بالمناسبة نحكي بالدم، عندك 20 جزيئة من ال H2CO3، العفو، جزيئة واحدة من ال H2CO3، وعشرين جزيئة من ال HCO3. شو يعتبر؟ يا الأكثر، هذا أكثر، يعني شنو هذا؟ هذا أسيد، يعني هاي الحالة أسيدك، يعني شو نسميها؟ أسيديمي، عفوا هذا مقاعدة؟ لا، هذا أسيد. إذا الكمية، شوف، نسبة، هي مو كمية، هي نسبة الـ HCO3- إلى ال H2CO3 نسبتهن أقل من 20 إلى 1، يعني أقل من شوف كل
جزيئة وحدة من ال H2CO3 تقابل 20 أو أقل من ال H2، مو 20 أو أقل، لا بس أقل من 20، يعني إذا 20 يعتبر نورمال، إذا أقل من 20 كل جزيئة من ال H2CO3 تقابل أقل من 20 لل HCO3 شنو اعتبره؟ اعتبره حالة أسيديميا. أسيديميا شنو يعني؟ يعني يزداد الأسيد داخل الدم. كل إيميا يعني إن بلاد. هذا نحن ناخذ بالمصطلحات، تمام؟ بينما نسبة ال HCO3 نفسها إلى ال H2CO3 أكثر من 20 إلى 1 هي ألكالينية، تمام؟ يعني كل جزيئات H2CO3 يقابلها أكثر من 20 جزيئة من ال HCO3- هذا يعتبر ألكالينية. إذا تريد أكتب لك إياها مثل ما كتبت فوق، ال HCO3 إلى H2CO3 إيش تساوي هنا؟ 20 إلى 1. شنو يعني؟ يعني كل جزيئة من ال H2CO3 قابل لك أكثر من 20 جزيئة من ال HCO3 هذه الكالينية. زين إذا يساوي 20 فهذه نورمال، ما عندنا بيها مشكلة. زين التغير، احنا قلنا النورمال بي اتش داخل البلاد عبارة عن 7.35 الى 7.45، تمام؟ اذا صار اقل من 6.5 او 6.8 او اكثر من 7.8 الانسان مباشرة يموت death، تمام؟ آخر شيء عندنا good acid base balance and blood pH level promote. شلون نحافظ على acid base balance؟ شلون نعززه promote، نعزز المستوى مالته؟ أول شيء healthy cholesterol level، مستوى الكوليسترول يكون بالمستوى الصحي، يعني كمية الدهون اللي تأكلها أنت لا تأكلها هواي، حلوة لا تأكل وايدة. اثنين healthy blood sugar balance، مستوى السكر بالدم يكون صحي. بعد proper fat metabolism، عملية هضم الدهون داخل الجسم تكون جيدة. يعني شنو يعني هنا؟ يعني ما عندك فد مشكلة بالمرارة مالتك أو بالمعدة مالتك، proper fat metabolism. normal injury balance، ما عندك فد مرض تحس بتعب أو شيء، مثل إيش المرض اللي تحس بتعب أو شيء؟ أنيميا، فقر دم. بعد disease resistance، المناعة مالتك يعني تكون جيدة وتقاوم الأمراض، و body's ability to flex toxin، قدرة الجسم لمواجهة السموم. يعني هسه الملخص، مستوى الكوليسترول يكون صحي والجلوكوز يكون بمستوى صحي. بما أنه مستوى الكوليسترول صحي فعملية هضم الدهون تكون جيدة، كمية الطاقة تكون طبيعية، عندك مقاومة للأمراض، عندك القدرة على مواجهة التسمم. هي اللي هنا خلصت المحاضرة. افهم الفكرة الأساسية من المحاضرة اللي هي البفر مالتنا. شنو البفر؟ عبارة عن محلول يقاوم التغير بالبي اتش عن طريق إضافة حامض قوي أو قاعدة قوية. شلون يقاومه؟ هو يتفاعل ويا الحامض القوي والقاعدة القوية، هاي هذا البفر مالتنا. وهذا اعتقد اكثر شيء وموضح البفر والشغله داخل الجسم. هنا أنا هذا مهم بالامتحان، احتمال يجيب لك اياه ام سي كيو، يقول لك الهيموغلوبين شلون يسيطر على البي اتش عن طريق اخذ سي او 2 ووجود الطاقه، تمام؟ شنو اهم اثنين اهم بفر بالجسم؟ كربونيك أسيد يعتبر حامض ضعيف، وبايكربونيت يعتبر قاعدة ضعيف. وشون يصير شون نحافظ على البي اتش؟ هاي معادلة، هو قايدة هاي معادلة. هنا يصير في التغيير بسيط، هنا يصير في التغيير بسيط، وعرفنا شلون.
إذا صار تغير بالبي اتش مالتنا راح يأثر لك على الدماغ والشرايين وهذه السوالف، ومحتمل يؤدي إلى كانسر. شلون نطلع تغيير بالبفر؟ أهمية الهيدروجين وهي الأيونات، والنسبة ما بين عمل الإنزيم والبي اتش. كل إنزيم إلى بي اتش خاص، إذا كان أقل أو أعلى من هذا البي اتش ما راح يشتغل زين، ومثل ما موضح بالرسم. وعرفنا النورمال الاسيد، النورمال بي اتش داخل البلاط، اذا اكثر من هذه القيمه هي الكروسز، واذا اقل هي اسيدوسيس. وشنو العوامل اهم عامليا؟ انت ايش تاكل وايش تتنفس، والهابت مالتك بالاكل بصوره عامه شنو، وكذلك البرودكشن داخل الجسم شلون يطرحه، والستريس اللي تعرض له. هذه اهم معادله توضح يعني هي عايدها سبحان الله كم مره عايدها ذني. والنسبة هاي كلش مهمة تجيب الامتحان، هذا السلايد كلش مهم، وهذا السلايد يجي كي اسي يعني يقول لك عدد لي الجود اسيد بيس بالانس والبروموتر مالتنا. ولهنا خلصت المحاضرة، وان شاء الله تكون واضحة، واي سؤال او استفسار انا موجود، تواصلوا وياي على التلي او الانستا.